السلام عليكم. هروب جماعي للمستوطنين في أسدود وتل أبيب وحالة من الذعر تعم إسرائيل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت بين المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. ذوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من الاحتلال يوم الأربعاء عقب إطلاق أكثر من 170 صاروخا في محيط قطاع غزة وباتجاه المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف القطاع وحدثة الأبيب. وانتشرت مقاطع فيديو توثق الهروب الجماعي للمستوطنين في مدينة أسدود الساحلية وسواحل تل أبيب عقب انطلاق صافرات الإنذار. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق 50 صاروخا من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا. Bye 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 bye.